باسم الوفاة ديال الطفل ديالنا، وكانت اليوم اتصلوا بيا مع تقرير مع تسعود وتولوت بالضبط. اتصلوا بيا الكلينيك قال لي فوالا راه الابن ديالك رحمه الله، الحمد لله قدر الله ما شاء فعل، بعد ما نديرو امر الله. وصراحه اللي كانت متوقعه، حيت قبل مشيت شفتهم مع 7:30 وقال لي السيد المشرف، يعني الدكتور المشرف عليه هذه الليله، قال لي راه فوالا راه الابن ديالك راه في حاله زعما سيئه جدا، وغالبا راه يقد ما يصبحش حتى للصباح. هو هيئني نفسيا والحمد لله على كل حال. انا نيت يعني بحال وجدت راسي لاستقبال الخبر، طالما هو قال لي راه ما تعولش عليه الحمد لله. قال لي دخل تشوفه، صراحه ما خديتش، كيبان واحد كمشه تاع اللحم وكتعاني وكتالم، وتنقول الله عز وجل بيان سور قدر هادشي، لا اله الا الله، ولكن داك الالم اللي كيتالم هذاك البيبي، ياك شكون كان السبب ديالو؟ علاش كان؟ كنت تاخذوا الاجراءات في الوقت المناسب ما كناش غنوصل لهذا الشيء كاع كامل. كانت هذيك الزوجه غتبقى لوليداتها صغار، غتبقى للزوج ديالها، غتبقى لوالديها، وهذاك البيبي حتى هو غادي يعيش ويكون واحد النبته صالحه ان شاء الله، حيت حنا هادشي اللي كنسعوا عليه ان شاء الله باش تكون واحد النبته صالحه اللي تفيدوا بها المجتمع باذن الله، هادشي اللي قدرنا عليه الله عز وجل. هو بالنسبه ليه هو تقريبا ماشي نفس المرض، هو حنا على حسب الهضره اللي قالوا لنا، قالنا فوالا ما قاصوش الفيروس، مي نفس لا سوفرونس اللي عند ماما، اللي هي انه البومون بلون مشى ليها، ما بقاش كتقدر تتنفس، وحتى البيرا ميم شوز، واخا كيعطيو كيديروا ليه التنفس الاصطناعي بيان سور، ما بقاش كتوصل لهذاك التنفس كما ينبغي. وسولت دقات القلب وصلوا تقريبا شي 40، و لا ساتوراسيون يعني التنفس ديالو واصل كذا 30. المهم انا بحكم ما خديت واحد التجربه مع الزوجه ديالي رحمها الله، عرفت انه السيد ما غاديش يكمل، والحمد لله على كل حال قدر الله، حنا صابرين عليه ولله الحمد. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.